افهموا هذا، هذا أمر لابد من فهمه على جميع المسلمين في جميع جهات الأرض، هذا أمر لا تجوز الغفلة عنه أبدا. ثم في آخر الأمر، في آخر الأمر، الدعوة الخمينية قائمة على فكر البنا وقطب وغيرهم من أقطاب الإخوان المسلمين، ترجمت كتب البنا وقطب وغيره ونشرت، وقامت الدعوة الخمينية على هذا، وأول من صافح الخميني هم، والآن هم على تواصل مستمر، وانكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وسلط الله عليهم بسبب هذا، لأنهم باطنية متفقون على رفع الإسلام ظاهرا والكيد للإسلام وأهله باطنا. لا شك أنه دخل معهم من يحسن الظن بهم، دخل معهم مغفلون من المسلمين، دخل معهم سفهاء، لكن الكلام على الرؤوس المفكرة والقوى المدبرة والجهات المتآمرة هذا منهاجها. لا تغتروا، اعرفوا هؤلاء. فالخوارج المارقة المعاصرون والشيعة الغالية الفرس المجوسيون وجهان لعملة واحدة كما يقال، ومخططهم واحد، والذين دخلوا معهم من العرب ما بين حاقد وقاطع طريق وجاهل وصاحب شهوة ومغفل، دخلوا معهم في هذه وتون الفتنة هذه، وكادوا للإسلام وأضروا بالمسلمين وانتهكوا العبادات وانتهكوا شعائر الملة وانتهكوا حرمات المسلمين، لأنهم جهلة، لأنهم أغبياء، لأنهم أصحاب هوى، لأنهم مريض قلوب، لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا، والحكم يعمهم في الحياة، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة. من كان على نية صالحة مغرر فالله أرحم به من نفسه، لكن أنا أتكلم على القوى المدبرة والجهات المتآمرة ورؤوس الفتنة وجنود الشيطان وأصحاب التفجير والتكفير، هؤلاء هم أعداء الملة وأعداء الإسلام في الزمن الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ما لم يسلط الله عليهم قوة من أهل الإسلام أو قوة يسلط الله عليهم من أهل الكفر تقضي عليهم، فإنهم لن يكفوا عن هذا أبدا. لا تغتروا، مجرد ما تسمع الجهاد الإسلامي هذا الذي غير على غير ولاية شرعية، مو تحت ولاية شرعية، مو تحت ولي أمر عام للمسلمين في بلد، وليس بقيادة العلماء علماء السنة، ومجرد ما تسمع هذه الجماعات بوكو حرام وما تسمع داعش وغير ذلك من الفرق الضالة الحوثية وغيره، اعرف ان هؤلاء ورثة للسابقين، واعرف انهم اعداء الأمة، والله انه يتأذى منهم الحجر والمدر، ولو نطقت الأرض ربما لتحدثت عنهم من شرهم وفتنتهم. فينبغي للناس ان يصحوا وأن يعودوا إلى منهاج أهل السنة والجماعة وإلى مصادر الشرع القرآن العظيم والسنة المطهرة بفهم السلف الصالح، وينظروا في فتاوى علماء الإسلام الثقات الذين جعل الله لهم القبول في قلوب عامة المسلمين. هؤلاء هم المرجع، ما هم المرجع الأهوى والرويبضات ودعاة الفتن ومروج الحرب وقطاع الطرق وشذاذ الآفاق. كل ما تسمعوه من الجهاد المعاصر هذا، ترى هذا هو، هذه المجموعات هي التي تقوم به وتموه على الناس وتخدع الناس وتهلك الحرث والنسل باسم الإسلام. يجب الصحوة، يجب الرجوع إلى الحق، يجب الرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، إلى الرسول في حياته الصلاة، وإلى أولي الأمر أهل الحكم وأهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ينبغي التنبه، كفى كفى كفى، لابد من هذا. الحرب موجهة للملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وموجهة
للإسلام الحق، الدين الحق بجميع أحكامه، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان ركني الإحسان، وإلى شعائر الملة، وإلى خاصة أهل العلم، وإلى خاصة أهل الحكم، وإلى عامة المسلمين، حرب ضروس تقودها هاتان الجهتان المشؤومتان الضالتان الباطنيتان الملحدتان. لا بد من الوعي، لا بد من الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه الله في الدين فما أراد به خيرا. هذه رسالتي لجميع المسلمين العربي والأعجمي من كل جنس ومن كل أصل، أن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما عليه السلف الصالح بإحسان أصحاب القرون المفضلة، وإلى الأئمة الأربعة وأئمة الهدى أقرانهم وزملائهم وتلامذتهم، وإلى من جاء من بعدهم على منوال الجميع. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ما تريدون الجنة؟ ما تريدون رضوان الله؟ وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يحذر في هذا الأصل الذي خالف فيه، ومن حاذر في أكثر من ذلك ولم تعرف عنه الديانة ولا الأمانة ولا محبة الخير ولا تحري الحق لا يتبع ولو كان أعلم الناس. هذا شيطان مريد إبليس، انتبهوا لهذا. فعلى جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصححوا فهمهم لدينهم وأن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه السلف الصالح وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، إن كانوا يريدون النجاة لأنفسهم من الفتن في الدنيا ومن النار وغضب الجبار في الآخرة، إن كانوا يريدون رضوان الله عز وجل وجنته. أما إذا كانوا لا يبالون ويعيرون أسماعهم لكل ناعت فليبشروا بالشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هل بلغت؟ هل بلغت؟ اشهدوا الآن، اشهدوا، قل اشهد أن لا إله إلا الله. يا جماعة هذا أمر ما ينبغي التساهل به ولا التهاون بشأنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.